بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الرابعة في الأوتونوميك أدرينرجيك دراجز. خدنا الأدرينرجيك أجونست النون سيلكتف في ساعة، وبعدي السيلكتف أدرينرجيك أجونست في ساعة، بعد كده المرة اللي فاتت خدنا الألفا أدرينرجيك بلوكرز في ساعة. النهاردة هنتكلم عن البيتا أدرينرجيك بلوكرز، وده أهم موضوع في الادرينرجيك دراجز. زي ما قسمنا الالفا بلوكر وقلنا في نون سيلكتف الفا بلوكر وسيلكتف الفا 1 وسيلكتف الفا 2، هنقسم البيتا ريسبتور بلوكرز تقريبا بنفس المنهج، بس هنا بنقسمهم انتو 3 جنريشنز. الجنريشن الاولاني او الفيرست جنريشن دول نون سيلكتف بيتا بلوكرز، دول طلعوا في الاول خالص بيقفلوا لي بيتا 1 وبيتا 2 زي بروبرانولول، هو ده البروتوتايب. بعد كده في النادولول، في البندولول، في التيمولول، سوتالول، في كذا دراجز من البيتا بلوكرز بينتمي الى الفيرست جنريشن. دول طبعا واضح ان هم بيقفلوا لي بيتا 1 وبيتا 2. بلوكينج بيتا 2 ريسبتورز كانت بتعمل مشاكل بالذات في البرونكاي للناس اللي عندهم برونكال ازمه، فطلعت البيتا 1 سيلكتيف بلوكرز زي الاتينولول، بيسوبرولول، ازمولول، ميتوبرولول، اسبيوتولول. هذه المجموعه لوكينج اونلي بيتا 1 ريسبتورز ان ثيرابيوتيك دوز بات لاكينج افكت اون بيتا 2، وبالتالي كان بي يوزد كوشيسلي ان اسماتيك بيشنتس. السيل جنريشنز بيقسموهم الى تو سب جروبس. السب جروب الاولاني نون سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني بيقفل بيتا 1 وبيتا 2 وفي نفس الوقت ليهم الفا بلوكينج اكتيفيتي، عشان كده هم بيسموهم فازو دايليتور بيتا بلوكرز زي كابيولول، كاربيدولول، واللابيتالول. السب جروب الثاني بيتا 1 سيلكتيف والفا 1 سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني سيلكتيف على بيتا 1 وسيلكتيف على الفا 1. ده زي النيبيفولول والسيليبرولول والبيتاكزولول. نبص على حالة كده مقدمة، يعني انتروداكتوري كيس كده ناخد فكرة. We are giving a non-selective beta adrenergic blockers to a patient. In which of the following conditions is this considered generally acceptable, appropriate and safe؟ عايز اشوف حالة من الخمسة دول او الست حالات دول فيهم البيتا بلوكر اللي انا ممكن اديها تبقى اكسبتابل وابروبيت وسيف. في الانجينا بالذات الفازو سباستيك او الفيريانت انجينا، ولا في البرونكال ازمه، ولا في حاله براديكارديا وهارت بلوك، ولا انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتاس، ولا هايبر ثايروديزم بالذات في السيمتوماتيك واكيوت، ولا في الاكيوت هارت فيلير. ست حاجات عايز اعرف ايه الحاله اللي انا ممكن ادي فيها البيتا بلوكر سيفلي ويبقى الاكشن بتاعهم مظبوط والتاثير بتاعهم مطلوب ويبقوا ديزايرابل. قبل ما نتكلم عن حل الحاله او اجابه الحاله في نهايه المحاضره هنتكلم عن البيتا بلوكر. هذه المجموعه كلها بتنتهي بسافكس اولول، ودي مجموعه مهمه جدا في الفارماكولوجي. ليه بنقول مهمه جدا؟ لان هي العصب بتاع الكارديو فاسكولار دراجز. بتنتهي بأولول، أتينولول، بروبرانولول، ميتوبرولول، لابيتالول، كلهم ينتهوا بأولول. طيب كمان ليها ميكانيزم بسيط جدا، كومتيتيف بلوكر للبيتا ادرينرجيك ريسبتورز، كلهم بيشتغلوا كده كومتيتيف، مفيش فيهم واحد نون كومتيتيف ولا لا لا، كلهم كومتيتيف بلوك بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، بس في بعضهم بيشتغل على بيتا 1 وبيتا 2 وبعضهم بيشتغل على بيتا 1 سيلكتيف. ده التقسيمه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، ويمكن هنا بس بيزيد عليهم ان احنا في مجموعه ما جبناش سيرتها هناك، اللي هي المجموعه اللي عليها ستارز دي، اللي هو البندولول والاسبيتولول والكارتيولول، ودول هما بيتا بلوكر ليهم انترنسك سيمباثوماتيك اكتيفيتي، يعني ما بيعملش كومبليت بلوكينج، نقدر نسميهم بارشال تقريبا،
ودول بيزودوا لي شويه سلايتلي انكريزنج الهارت ريت، عشان كده ما ينفعوش يتاخدوا في الانجينا بكتر. ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت البيتا بلوكر؟ هناخد البروبرانول كموديل اكزامبل ونتكلم عن البروبرانول. ايه تاثيراته مع الهارت؟ انا هقفل بيتا 1 ريسبتور في الهارت، هيحصل ايه؟ 3 نيجاتيف انتروبيك، نيجاتيف كرونوتروبيك، نيجاتيف درونوتروبيك. طيب نيجاتيف انتروبيك يعني بيقلل من الكونتراكتيلتي والفورس اوف مايوكاردال كونتراكشن، نيجاتيف كرونوتروبيك هيقلل من الهارت ريت، نيجاتيف درونوتروبيك هيقلل من الكونتراكتيلتي في الاي في نود. نتيجه ده كله بيحصل مايوكاردال ديبريسنت افكت. طيب ايه الاند ريزلتس؟ ديكريز الكارديك اوت بوت نتيجه للنيجاتيف انتروبيك ونيجاتيف كرونوتروبيك، وبالتالي ده بيقلل لي من البلد بريشر، عشان كده ليهم انتي هايبرتنسيف افكت. هيقلل لي من الكاردياك ورك نتيجه للمايوكاردال ديبريسنت افكت، وبالتالي بتقلل لي من الاكسجين كونسامشن، عشان كده بتتاخد في علاج الانجينا فيكتورز خاصه الافورتس انديوست انجينا. بتقلل لي من الاوتوماتيستي في الاس اي نود والكوندكتيفيتي في الاي في نود، وبالتالي بتنفع في حالات السوبرا فنتركولار ارزمي، عشان كده ليهم انتي ارزمك اكتيفيتي. ضيف الى ذلك ان هم ليهم انتي اريزميك و انتي اوكسيدنت بالذات الكالفيدرول، فبينفع في حالات الهارت فيلير. تاثيره على البلاد فيسلز تاثير يمكن يظهر قوي لما يبقى عندي مشكله في البلاد فيسلز، زي مثلا في حاله الفازوسبستيك انجينا. في حاله الفازوسبستيك انجينا، فازوسبستيك انجينا او بريفرال فاسكولار ديزيز راينويد، ابص الاقي انا هنا عندي مشكله، فلو اديت بيتا بلوكر هتقفل الفازو دايركت افكت، لان البيتا بلوكر هتقفل بيتا 2 بالذات النون سيلكتيف، هتقفل بيتا 2 وبالتالي تخلي الالفا تمام مفتوحه تماما، مفيش حاجه مانعاها، وبالتالي بيحصل فازو كونستريكشن، فبيؤدي الى ديكريز للبلد فلو اكتر، فبيعمل لي وورسنج للفازو سباستيك انجينا وورسنج بيرفرال فاسكولار ديزيز. عشان كده كونترا انديكيت انها تتاخد النون سيلكتيف بيتا بلوكرز في الحالتين دول. نمرة اثنين في الانتي هايبرتنسيف، تأثيره على الانتي كانتي هايبرتنسيف دراكس. طيب هل البيتا بلوكر بتتاخد عشان خط تأثير على الكارديو كوربوتك؟ لا، ليها كذا تأثير حقيقة في الهايبرتنشن. نمرة واحد، بلوكينج بيتا 1 ريسبتور في الهارت بيقلل من الكارديو كوربوتك، وده شيء واضح، فهيقلل لي من السيستوليك بلاد بريشر. الحاجة الثانية، بلوكينج بيتا 1 ريسبتور في الجاكستا جلومرال سيلز بتاعت الكيدني بيقلل من الرين ريليز، فبيعمل انترفيرنس ويز رين انجيوتنسين اندوستيرون سيستم. نمره ثلاثه، البيتا بلوكر ليها سنترال سمباثوليتك افكت، يعني ليها اكتر من ميكانيزم بيعالج الهايبرتنشن بالبيتا بلوكرز. بعد كده في ميزه كمان تاني في حاله الهايبرتنشن تخلي البيتا بلوكر بريفيرد ان بيشنت ويز هايبرتنشن، ان ما بتعملش بوش للهايبرتنشن زي الالفا بلوكرز، وبالتالي هنا ميزه بالنسبه للبيتا بلوكر. تاثيره على البرونكاي سلبي، سيء جدا. النون سيلكت بيتا بلوكر بالذات كان برونك سباز، وبالتالي كونترا انديكيت انها تتاخد لا في البرونكال ازمه ولا في السي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب في الاي، لما تستخدم توبيكالي في الاي ممكن تعمل ديكريس في الانتر اوكا بريشر، لانها بتقلل من السكريشن في ايكوس هيومر باي سيلياري بروسيس، وبالتالي بتنفع في علاج الاوبن انجل جلوكوما. ميتابوليك افكتس بتاع البيتا بلوكرز، هي هنا يمكن نقول ميزه وعيب. الميزه العيب بتاعها ان النون سيلكت بيتا بلوكرز مشكله، بتعمل هايبوجلايسيميا وفي نفس الوقت ماسكينج الهايبوجلايسيميك رياكشن بتاعت السيمبتومز بتاعت الانسولين، ماسكينج الهايبوجلايسيميك رياكشنز اوف انسولين اند سلفونال يوريا دراجز بتاعت الهايبوتنس دراج. فتبص تلاقي العيان يدخل في كوما من غير ما يعدي على الورنينج رياكشنز، اللي هي تاكي كارديا مش هتظهر مع البيتا بلوكر، انكزايتي مش هتظهر مع البيتا بلوكر، تريمورز مش هتظهر مع البيتا بلوكر، وبالتالي مشكله ما ينفعش ندي البيتا بلوكرز مع الانسولين للعيانين اللي هم تايب 1 دايبيتس ميليتس او انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، في نفس الوقت للبيشنتس اللي بياخدوا سلفونيلوريا او هايبوجلايسيميك دراكس. السليكتيف بيتا 1 بلوكرز افضل في الدايبيتيك بيشنتس، ولكن برضه ماسكينج الهايبوجلايسيميك رياكشنز.
طيب نيجي نشوف الادفيرس افكت او السايد افكت والكونترا انديكيشن بتاعت البيتا بلوكر. اول مشكله واهم مشكله البرونكوسباز برونك كونستريكشن بالذات مع النون سيليكت بيتا بلوكرز، ده ممكن تبقى ليثال في الازماتيك بيشنتس. عشان كده النون سيليكت بيتا بلوكر كونترا انديكيتد في البرونكال ازمة وفي السي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. نمره اثنين المشكله الثانيه ريباوند افكت. ما ينفعش ابدا ندي البيتا بلوكر ولا الالفا بلوكر ونوقف فجاه، لان دي بتعمل لي وورسنينج واكسسبريتنج للديزيز. يعني لو انا بديها لعيان عنده هايبر تنشن وكان عنده مايلد هايبر تنشن وفجاه بعد فتره شهرين ثلاثه وبطلت البيتا بلوكر يحصل هايبر تنس كرايسيس او سيفير هايبر تنشن نتيجه للاب ريجوليشن اوف ريسبتورز وهم انتاجونست. عشان كده لما نيجي نسحبهم لازم نسحبهم ايه جرادوالي. المشكله الثالثه او السايد افكت الثالث براديكارديا اند هارت بلوك، وده لازم نخلي بالنا لما نيجي ندي البيتا بلوكر عشان ما تعمليش هارت بلوك او كومبليت هارت بلوك. سيكشوال امبيرمنت ممكن تعمل سايكوجينيك امبتنس. لو انت قلت للعيان انه يعمل كذا ممكن يحصل له، لكن لو ما قلتلوش مش هيحصل حاجه. الحاجه اللي بعد كده ديستربنس الميتابوليزم، ان الماسكينج اوف مانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميك رياكشنز في الدايبيتكس، ده بنعتبرها مشكله مهمه جدا في البيتا بلوكرز. عشان كده كونترا انديكيتد زي ما قلت انها تتاخد للانسولين ديبندنت دايبيتك ميديتس بيشنتس. وورس ان اكيوت هارت فيلير، لما ندي بيتا بلوكر لعيان عنده اكيوت هارت فيلير هتعمل نيجاتيف نيتروبيك افكت وهتبوظ الدنيا. عشان كده ما تنفعش تتاخد للناس اللي عندهم ليفت سايدد هارت فيلير مع بالمونر اديما، او للناس اللي عندهم اكيوت هارت فيلر اكيوت ماكارد اكسجر اكيوت ماكارد انفكشن، ما ينفعش ندي معاها بيتا بلوكر مباشره. على السي ان اس حتى وان كانت السايد افكت دي ممكن تنفعنا في بعض الثرابيتك ابلكيشن از سليب ايد سيديشن، هي بتعمل سيديشن و لكن ممكن تعمل ديبريشن وسليب ديستربنس ونايت ميرز ويكنس. لذلك هنا البيتا بلوكر صحيح كان ايد او كان هيلب سليب، ولكن يعني لا يفضل استعمالها. في دراج انتر اكشن واضحه جدا مع الليفر مايكروزومال انزيم انديوسر اند انهبيتورز، ودي طبعا الانهيموتور ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور بوتنشيتد افكت اوف بيتا بلوكرز. لكن الليفر مايكروزومال انزيم انديوسر بتقلل من الافكت بتاع البيتا بلوكرز. في سبيسيفيك دراج انتر اكشن للبيتا بلوكرز هنا مع الفيرابامين ومع الديجكسين. لو انا اديت البيتا بلوكر مع الفيرابامين الاثنين ليهم نيجاتيف اتروبيك افكت، الاثنين ليهم نيجاتيف دروبيك افكت، فممكن يحصل هارت بلوك وهارت فيلير، وبالتالي ممنوع ان انا ادي الفيرابامين مع البيتا بلوكرز تماما. نيفر جيفنج الفيرابامين وذ بيتا بلوكرز. نيجي للديجوكسين. الديجوكسين مش هيحصل معاه هارت فيلير لان هو بيعالج الهارت فيلير، لكن هيحصل معاه هارت بلوك لان الاثنين ليهم نيجاتيف بروديرومتروبيك افكت. النيجاتيف بروديرومتروبيك افكت اوف بوث ديجوكسين اند بيتا بلوكرز بتزود لي من احتماليه الهارت بلوك من الديجوكسين مع البيتا بلوكر. عشان كده يفضل الا يؤخذ البيتا بلوكر مع الديجوكسين. طيب نشوفوا مجموعه سريعا كده، وكل مجموعه ليها صفات او ليها ثيرابيوتيك ابلكيشن خاص ولا لا. المجموعة الأولى مجموعة البروبرانولول والنادولول والتيمولول، دي مجموعة ايه؟ فيرست جنريشن. طيب هذه المجموعة نون سيليكتيف بيتا بلوكر تقفل بيتا 1 وبيتا 2. المجموعة دي مشكلتها إنها بتزود من الليبيد بروفايل، بتزود من ال دي ال وتراجلسايد. عشان كده ما تنفعش في الناس اللي عندهم هايبر ليبيدينيا، ما تنفعش الناس اللي عندهم برونكيال أزمة، ما تنفعش الناس اللي عندهم دايبيتس وبياخدوا انسولين، ما تنفعش لحالات البريفرال باسكولار ديزيز. دي اساس في النون سيليكت بيتا بلوكر فيرست جنريشن. لكن لو بصيت على البروبرانولول ده بروتوتايب، يعني هو اول دواء طلع من هذه المجموعه هو البروبرانولول. هاي اللي بتسربل بيعدي البلاد برين بارير، ليه سي ان اس افكت واضحه جدا. النادولول ليه فيري لونج دوريشن ولكن ماليش سي ان اس اكتيفيتي. التيمولول بيستعمل مني في علاج الجلوكوم. الاتينولول والميتوبرولول والبيسبرولول دول عباره عن ايه؟ كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر او بيتا 1 سيلكتيف ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز. هذه المجموعه اللي هي بيسموها سكند جنريشن. طب
طبعا ليس افكتيف على الباسكوليتشرز، على البنكاي، على اليوترس، على الميتابوليزم، وبالتالي افضل من النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بالذات في حالات البنكال ازمه. سيف في البنكال ازمه، سيف في البريفرال فاسكولار ديزيز. البندولول والاسبيترول ده ليهم خاصيه معينه، ان هما الاثنين ليهم انتريسك سمباثوماميتيك اكتيفيتي، وبالتالي لهم ليس بري كاردياك ان كومباريزون ويز بروبرانولول. وعشان كده لما يكون عيان عنده هايبر تنشن ويز باست هيستوري اوف براديكارديا نديله هذه المجموعه اللي هي البيتا بلوكر اللي ليهم انتريسك سمباثوماميتيك اكتيفيتي، اللي هي البندولول والاسبيتولول او الكارتيولول. الكارفيدرول واللابيتالول دول هم سيل جنريشن فيرست جروب، اللي هي النون سيلكتيف بيتا بلوكر الفا 1 بلوكر، ليهم كومباين الفا 1 وبيتا بلوكينج اكتيفيتي. فازو دايليتور بيتا بلوكرز، اللابيتالول مفيد جدا في حاله الهايبرتنسيف امرجنسي وفي السيفير هايبرتنشن، بس في حاله الامرجنسي بديه انتراجينس، انما في الكرونيك هايبرتنشن يتاخد اورالي. طيب في حاله الهايبرتنشن اوف بريجنسي برضه وان اوف ذا سيف دراجز في الهايبرتنشن ويز بريجنسي يتاخد اللابيتالول اما انترافينوسلي او اورالي اكوردنج للسيتويشن والحاله عايزه ايه. الكالفيدرول ده ليه انتي اوكسيدنت وانتي اريزميك وانتي ريموديلنج، وبالتالي بيستعمل في علاج الكرونيك هارت فيلير، واحد من ضمن البيتا بلوكر اللي بتستعمل في علاج كرونيك هارت فيلير لانها امبروفنج سرفايفل بشكل واضح. الازمولول ده فيري شورت اكتنج بيتا بلوكرز، الهاف لايف بتاعته حوالي 10 دقائق، فبينفع في حالات الاريزميا اللي مع الكاك سيرجري. النيبيفولول ده بيتا 1 بلوكر، الفا 1 بلوكر، سير جنريشن بيتا بلوكر، بيعمل فازو دايليتيشن، بيزود لي من النيتريك اوكسايد ريليز. كل ما بيزود من النيتريك اوكسايد ريليز دي بتنفعه، بتخليه يبقى دراج مفيد جدا في حاله الناس اللي عندهم هايبر تنشن وعندهم مثلا اريكتايل سيكشوال ديسفانكشن، لان هنا هيدي نفس الفانكشن بتاعت الفياجرا تقريبا، بيزود من النيتريك اوكسايد وبالتالي بيعالج الاريكتايل سيكشوال ديسفانكشن، ودي ميزه بالنسبه للنيبوفولول دونا عن الاذر بلوكرز. ايه الاستعمالات بتاعته؟ اول استعمال كارديو فاسكولار يوزس اوف بيتا بلوكر في الهايبرتنشن، مايلد مودريت هايبرتنشن، كلهم يستعملهم ما عدا الازمولول عشان فيري شورت اكتنج ايجنتس. في الانجينا، في اي نوع من انواع الانجينا؟ كرونيك ستيبل انجينا اونلي، ايفورت اندوست انجينا، كلهم ممكن نستعملهم في الانجينا ما عدا البيتا بلوكر اللي ليهم انتريسك سمباثوماتيك اكتيفيتي، البندولول والاسبيتولول والكارتيولول. كمان بنستعملهم في السوبرا فنتريكولار اريزميا، الاتريال فلاتر والاتريال فيبريليشن والباروكسيم السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، لان هم كوريكت اند تريت التاكيكارديا وبروتكت الفنتريكل، لان ليهم ديكريز الاوتوماتيستي في الاس ان نود وديكريز كوندكتيفيتي في الاي في نود، وبالتالي بيحملوا الفنتريكل وبيظبطوا لي الاتريال، لذلك بينفع في السوبرا فنتريكولار اريزميا، ده مهم جدا. بروفلاكتيك افتر مايوكاردال انفاركشن، بتقلل من السادن ديس. البيتا بلوكر من ضمن المميزات بتاعتها انها امبروف سرفايفل، بالذات الميتوبرولول والبروبرانولول والتايمولول الكرونيك هارت فيلير، الكارفيدولول والميتوبرولول والبيسوبرولول بينفع في العيان اللي عنده كرونيك هارت فيلير، عشان قلنا ان احنا ليهم انتي موديل وليهم اشياء كتير جدا، بالذات الكارفيدولول هو اللي بيفضل فيهم عشان ليه انتي اريزمك وانتي موديلنج وانتي اوكسيدنت. الاندوكراينال يوزز بتاعت البيتا بلوكرز، اول حاجه بنستعملها في الاندوكراين في حاجتين، نمره واحد في الهايبر سينثيز تو كنترول بالبيتيشن من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بتمنع تحويل التي 4 انتو مور اكتف تي 3، وبالتالي هنا بيبقى ليها اندوكراينال افكت زائد اوتونوميك افكت. نمره اثنين استعمالها في الفيكروم سيتوما، بنديهم مع الالفا بلوكر او بعد الالفا بلوكر بالاصح تو ديكريز البلاد بريشر للناس اللي عندهم فيكروم سيتوما. فيكروم سيتوما بيبقى في ورم في الغده الكظريه او الغده فوق الكلويه، فبيبقى فيها نسبه النور ادرينالين اعلى بكتير جدا من الادرينالين، وده بيبقى مصاحب ليها هايبر تنشن وارثيزم. نيورولوجيكال يوزز، الناس اللي عندهم بعض تريمرز
alcohol withdrawal manifestation, acute panic symptoms. الناس اللي عندها بانيك اتاك كده من حاجات كتير جدا، من اي حاجه بيعملها جديده، راح امتحان، راح يخطب، راح مش عارف ايه، يحصل عنده بانيك، فممكن ياخد بيتا بلوكرز. استعملوا كمان كسليب ايدز للناس اللي عندهم انكزايتي، بالذات البيشنت اللي كان عندهم سايكوسوماتيك ديسوردرز. بروفيلاكتيك في المايجرين، بالذات البروبرانولول. وفي سالميك يوزز تايمولول وبيتاكزولول، بيستعملوا في علاج الاوبن انجل جلوكوما توبيكالي. طيب هل ينفع لو عيان عنده جلوكوما وعنده برونكال ازمه نديله هذه الادويه توبيكالي؟ لا. ليه؟ لانه لو خد الدواء ده توبيكالي ممكن كميه مناسبه من البيتا بلوكر يحصل لها ابزوربشن من الاي وتروح للسيستميك سيستميك سيركيليشن وتعمل سيستميك ادفيرس افكت على الهارت وعلى الايروي، وبالتالي ما ينفعش نديها الا لشخص، يعني نخلي بالنا ان ممكن يحصل من التوبيكال ادمنستريشن سيستميك افكتس. في هيباتيك يوزس بنديهم في حالات الاسوفجيال فاريسز، الناس اللي عندهم دوالي مريء وعندهم بورتال هايبرتنشن بسبب الليفر سيروزس ممكن ياخدوا البيتا بلوكر نتيجه المايوكارديال ديبريسنت افكت بتاعهم. طيب نيجي نحل الحالة اللي احنا اديناها في اول المحاضرة، ايه هي الحالات اللي ممكن ندي فيها البيتا بلوكرز؟ الحل بيقول لي التاكيكارديا اسوشيتد ويز هايبرثايرويديزم كان بي افكتفلي تريتد باي بيتا بلوكر. على اي اساس يا عمي؟ اه طبعا انا هنا بعد ما شفت عرفت ان بيتا بلوكر تنفع في الهايبرثايرويديزم، تنفع في حالات الكنترول التاكيكارديا، وتقلل لي من تحويل تي 4 الى تي 3، اذا انا دي افضل حل او افضل حل للكيس. طيب الباقي الحاجات الباقيه لا ما ينفعوش في الفاز سبيسيكال جاين انا كونترا اندكيتد ان انا سيلكت بيتا بلوكرز. اثنين في البرونكال ازمه كونترا اندكيتد ان انا سيلكت بيتا بلوكرز. البراديكارديا والهارت بلوك ما ينفعش لان دي من ضمن الادفيرس افكت بتاعت البيتا بلوكرز. حالات الانسولين ديبندنت دايبيتس ما ينفعش ندي فيها لان هي ماسكينج الهايبوجلايسيميك رياكشنز كل البيتا بلوكرز. اذا الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ادي فيها البيتا بلوكر هنا وانا مطمئن هي الهايبرثايرويديزم اللي بتبقى معاها السيمتوم زي التاكي كارديا. شكرا جزيلا.